قناة المرجان. نحارب الوثنية والشرك، نحارب الجهل والخرافات، نحارب السافلة ومنافع الأشخاص. قناة المرجان. ودي قاعد يقول يا غصني قاعد خلقا على كيف أقطفك والناس على والناس عليك حلقا. وكان مولعي عكرا فذهب يلوي في سوق القايات فرآه المقوت لع ما يجوز اللعن صح، فلكنه كان سنيا ناصبيا فنظر إلى صاحبنا نظرة المشرئب من الفستق، وكان صاحبنا يحاول أن لا يظهر وجهه عليه لأن عنده زلط فلوس. شنو زلط؟ أي فلوس دراهم. نعم. فقال له المقوت عرفتك يا عزي، هيا وين الزلط؟ فقال له صاحبنا والله والله ما في جيبي ريال، ولكن لا قد تبكوش لا قد تبكوش عد عيجي البكاء ذا الحين. فنظر إليه نظرة حتى ضابت فرائسه فنهض إليه نهضة المشرئب الأليف الباهج الألوان. فنظر إليه فمسك بدلابيبه وأدخل يده إلى جيبه وأخرج 75,000 ريال. فقال له هذا أي شيء يا كذاب؟ فقال له صاحبنا والله والله ما لي علم من ذي دخلها جيبي. فقال خلاص خلاص أنا لي منعكم، خلونا نكمل القصة. فقال له خلاص لا زيد أبسر لك صورة، باقي عندك 35. فذهب صاحبنا مكسور الخاطر وجلس المقوت قبحه الله في بسطة القاد. شنو بسطة القاد؟ هاي مكان يبيعون فيه القات. شنو القات؟ هذا يعود كما حدثنا الزهلج ابن هبلبل، قال أنه سمع سيده يقول أن عمه قال لأبو عمته وكان إماما وكان أبوه إماما وأمه إمامة وجدته إمامة، قال القات هذه شجرة مباركة تنهض في أرض اليوم. شنو تنهض؟ شنو تنهض؟ مو هاي اللي نعتبرها تنهض، لا تطلع. شنو تطلع؟ أي تبزق. شنو تبزق؟ أي تطلع. شنو تطلع؟ أي تزرع. شنو تزرع؟ ما هذه تزيدوا فيها. فقال له صاحبنا يا بعد أن نسينا عاد احنا في الحديث صح؟ أيوة. أنها شجرة مباركة تزرع في أرض اليمن وعلى من رآها أن يقرطها. نعم. شنو يقرطها؟ يعني يلغجها. شنو يلغجها؟ يعني. فقال فجلس المقوت يبيع قاته فلاحظ اختفاء ربطه. شنو ربطه؟ هاي المقاوتة في عنس وفي قيفة وفي يقطف العودي وطرحه في يده والعودي الثاني جنب أخوه والعودي جنب أخوه عودي جنب أخوه فتصبح ربطة تنسى هذه يا بال. فجلس يبيع ربطته فلاحظ اختفاء ربطه فنظر على طول إلى صاحبنا وصاحبنا أخجف بدل ما يهرب غير جلس مكانه. فقال له وين الربطة يا أخي السيس؟ فقال له صاحبنا والله والله ويمين الهفهف
تشل بطوني وتلهف ما عندي عودي. ولكن المقوت لعنه الله لاحظ انتفاخا في حجاش صاحبنا. نعم لا اصبروا لا ما تسمعوا القصة. لاحظ انتفاخا في حجاش صاحبنا فنهض نهضة المشرئب من الأسد كلوذة الحياة، فقال له دغشه دغشة وأدخل يده في أدخل يده حجاش أدخل يده في حجاش صاحبنا. شنو حجاش؟ هاي اللي يعصب العصيب ويدخل حجاشة، هذا يسمى حجاش. كما ورد جاءنا في حديث البغبغ ابن قلقلك أن الحجاش يجيها أنا لليمني، فقد خل يده في حجاشه فلم يجد ربطته بل ربطته فهفهفه مطرح حتى لوت الدنيا. ولو تعرفوا سعما ايده كانت كالكريك، اتعرفون شون الكريك؟ وكانت يمين الهفاف هذه معروفة عند اصحابنا. على العموم حتى لا ينتهي الوقت ونصبح زيق ميق تراميق، ضرب صاحبنا ضربة بالكريك يزعم به، فهل من مناد ينادي ومولعيا وهل من مستصرخ يصرخ وويلا. فهذه قصة صاحب الزمان والمكان سيدي عندما ذهب يشتري قات. وننتقل إن شاء الله إلى قصة أخرى. ابشوا اللهم صلي على